وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال سعادة السيد عمار البناي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إن ميثاق العمل الوطني شكل تحولا كبيرا في مجالات الحقوق والحريات والمساواة والعدالة. لأن مملكة البحرين شهدت التحول الحقيقي ببداية الانطلاقة الكبرى للمشروع الإصلاحي والتحديث الوطني الشامل اللي ترجمته أفعال ومواقف ونهج سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد بلاد مفتح رضا الله ورعاه، واللي عززت من مكانة مملكتنا الغالية خليجيا وأقليميا ودوليا، وبذلك أرست ثوابت المبادرة الوطنية التاريخية اللي نهضت بكافة المجالات والميادين وارتقت بكل تأكيد بالمواطنين لحياة كريمة وبيئة مستدامة فاعلة تضمن لأجيالنا القادمة بنية تحتية سليمة تمكنهم جميعا من الوثوب إلى الإنجاز وتحقيق اللامستحيل. نتحدث عن مملكة البحرين التي تعيش اليوم أوهج فتراتها الذهبية بمجال حقوق الإنسان لما قدمته للمواطنين والمقيمين على حد سواء من احترام الإنسانية وإيمانها بقدسية وخصوصية الفرد في المجتمع لتحقق بذلك الإنجازات المحلية والدولية. نحن نعيش العصر الديمقراطي اللي شهد لجميع أطياف ومكونات المجتمع وشارك فيه أبناء البحرين بالاختراع والتصويت لتوج المسيرة الديمقراطية بأحقية من يمثله تحت قبة الشعب إيمانا منهم بأهمية السلطة التشريعية في مراقبة ومساندة الجهات والأجهزة الرسمية وخصوصا في سن التشريعات وتعديل القوانين التي تحمي الإنسان بشكل عام وحقوق الفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص.